تحية لكل مشاهدات ومشاهدي قناة شوفتيلي. من خلال القناة ديالكم بغيت ندير واحد الرد خفيف على الصحافي الدراجي. ملي كنقول الرد وكيكون غير فقط دفاع، لان احنا مازال ما وصلناش معاه لمرحلة الهجوم. اللي بغيت نقول الصحافي الدراجي، اولا انا كنعرفك تشتغل في قناة تحتل الريادة العالمية، وهذه القناة من ثقافتها ومن مبادئها الحيادية. في جميع الكتابات ديالك وفي جميع المواقف ديالك لا تلتزم نهائيا بهذه القيمة الأخلاقية لمهنة الإعلام. أنا كنعرف بأن هذه القناة تؤصل ثقافة التسامح والتعايش، والكتابات ديالك والمواقف ديالك تؤصل التفرقة والتعصب والعدوانية. لذلك يمكن نقول بأنك لم تستفد نهائيا من ثقافة وتربية القناة. هذه النقطة الأولى الصحافة الدراجي. النقطة الثانية مرتبطة أساسا بالخطاب الملكي، فملك البلاد اللي قال بغينا نفتح الحدود وخصنا نفتح الحدود. أنا كان عارفك المستوى الفكري ديالك والثقافي ديالك ما كيسمح لكش باش تفهم هذه الرسالة، ولكن احنا رسالتنا كان للعالم بأن المغرب يريد تحقيق حلم المغاربة، وهو بناء المغرب العربي الكبير. يريد تحقيق حلم العرب هو بناء الوطن العربي الكبير. وايضا بغينا نبينوا ونعطوا رساله للعالم بان المغرب ما عنده حتى شي مشكل مع الامه الجزائريه. المشكل الوحيد اللي عندنا مع النظام العسكري الجزائري اللي بغي ينسف اي خطوه لبناء المغرب العربي ولبناء الوطن العربي. النقطه الثالثه، وانا كنقول لك الصحافي الدراجي، الانتهازيه ديالك مفضوحه. انت من بعد ما كنت تهاجم هذا النظام العسكري ومن بعد ما كنت تنعته بأسوأ النعود، الآن تريد المصالحة مع النظام العسكري، عفوا تريد المصالحة مع خيرات النظام العسكري ومع نعم النظام العسكري ولو على حساب المغرب. المغرب أقوى منك، أقوى من نظامك العسكري، ويكفي ما لحق أبناء الجزائر الشقيقة وخاصة الإعلاميين الكبار من حملات تشهير منك. أنت بنفسية مريضة وانتظر الهجوم.